رغم الخراب والدمار اللذين عما أجزاء كبيرة من مدينة الموصل، خصوصا الجانب الأيمن الذي يقدر ب70%، وفي ظل عجز الحكومة عن مد يد العون للأهالي، بادر جمع من الشباب الموصلي بتنظيم حملة لبناء 1000 بيت بدأت من باب لقش. الحملة التي يقودها متطوعون وميسورو الحال ومتبرعون بسطاء ينتمون إلى مدينتهم ولا علاقة لهم بالمسؤولين الحكوميين أو المرشحين المحتملين، حملة خيرية تهدف لإعادة الموصل إلى سابق عهدها، وكل شخص يسهم بما تيسر له. الحملة وبحسب ضياء أحمد المشرف عليها بدأت لإعادة تأهيل بعض الدور التي لم تدمر بنحو كامل، ووصل عددها إلى 25 دار، معظم قاطنيها فقدوا المعيل إبان الحرب، وآخرون لا يملكون من حطام هذه الدنيا شيئا. حملة إعمار 1000 دار في الموصل القديمة من هنا بدأت الحمد لله، من باب لقش، منطقة ما خلف جامع بلال الحبشي. المنطقة الحملة غايتها إن شاء الله إعمار 1000 دار في الموصل القديمة. الحملة بدأت بجهود الخيرين، ناس تبرعوا للحملة الحمد لله، والحملة ماشية على قدم وساق إن شاء الله. هذه البداية 25 دار وإن شاء الله ستستمر إلى أن تصل إلى 1000 دار في الموصل القديمة بدعم من الخيرين، ليس لهم علاقة بأي مرشح ولا أي سياسي ولا أي جهة سياسية. المتحدث باسم الحملة بندر العقيدي قال إن الحملة مستقلة ويدعمها أهالي الموصل لإعادة الحياة إلى المدينة المنكوبة، ونطمح إلى عودة النازحين إلى دورهم وعودة الحياة إلى المدينة القديمة. طبعا اليوم الشرفاء من أهل في مدينة الموصل يطلقون حملة لإعمار 1000 دار في الموصل القديمة. هذه الحملة تأتي بمساهمة من الخيرين من أبناء مدينة الموصل وبدعم ذاتي من الأهالي نفسهم لإعمار وترميم عدد من المنازل في منطقة الموصل القديمة. اليوم كوجبة أولى يتم إعمار أكثر من 25 منزل في منطقة باب لقش، وإن شاء الله الحملة تستمر بمساهمة طبعا الأهالي، الحملة مستقلة وبدعم من الأهالي نفسهم، ونحاول نرمم هذه البيوت حتى يعود أكبر قدر من الأهالي إلى منازلهم قبل حلول شهر رمضان المبارك. المنطقة القديمة تحتاج إلى جهد جبار، واليوم الأهالي نفسهم بادروا بهذه المبادرة، الخيرين بعضهم موظفين بعضهم مهندسين بعضهم متقاعدين من أبناء مدينة الموصل، كلهم بادروا بهذه المبادرة حتى يعودون الحياة إلى منطقة الموصل القديمة. احنا نهيب لكل الناس الخيرة أن نقدم الدعم والمساندة لهذه الحملة لكي نغطي أكبر قدر ممكن من المنازل في مناطق الموصل القديمة. اليوم كخطوة أولى في منطقة باب لقش إعمار 25 منزل، وفي الأيام القادمة إن شاء الله عدة مناطق في الموصل القديمة ساهم بإعمار عدد من المنازل. أهالي الموصل فرحوا بالحملة التي نظمها شباب المدينة التي دمرها الإرهاب والعمليات العسكرية التي دارت رحاها فيها، وعجزت ألسنتهم عن الشكر فانهالت دموعهم عرفانا بجميلهم. نشكر اللي قاموا علينا حملة اللي بالموصل القديمة بمنطقة باب لقش تعمير 1000 بيت، بارك الله بيهم، ونحن نشكر الخيرين اللي زارونا وقاموا بينا، ونحمد الله ونشكره الذي عايزورونا، ونحن تعبنا والعيشة يا ابني صارت صعبة، اش نقول على حالنا وضيمنا. نحن أهالي منطقة باب لقش الذي تعد من المنطقة القديمة وهي بوابة المنطقة القديمة، من خلال الدمار والحالة الذي يرثى لها، وانظر إلى الدمار الذي وراء الكاميرا، وانظر حال المنطقة الذي يرثى لها. فنناشد من خلال قناتكم الموقرة على كل فاعل خير وكل من بيده أن يستطيع أن يساعد هذه المنطقة الذي هلا يعدون من أهالي البسطاء وما يتمكنون أن يعيدون إعمار بيوتهم. فإحنا جونا وجهاء منطقة باب وجهاء مدينة الموصل من الناس الطيبين الخيرين الذي في قلبهم رحمة على مدينتهم، فأجوا قبل 20 يوم أخذوا المستمسكات والفايلات مال العوائل، والآن قاموا في جلب المواد البناء، وقاموا بداية كبداية 15 دار، وراح تلحق البيوت راح تتعمر بيت وبيت من خلالهم ومن خلال الذي راح يساهم معهم في فعل الخير. توجه القائمون على الحملة إلى الميسورين من أهل الموصل لدعمهم وتوسيع مشروعهم الممول ذاتيا دون تدخل أي طرف سياسي أو منظمات، بل هي تكافل الأهالي لإعادة الحياة إلى مدينتهم المنكوبة. كلنا يعرف أن مشوار 1000 ميل يبدأ بخطوة، وما يفعله الشباب الموصلي
خطوة على الطريق الصحيح. قد يكون الهدف صعبا، ولكن الطريق مهما كانت طويلة فلها بداية ونهاية، وما دام لها نهاية فكل شيء سوف يهون، فعلى المرء أن يعقد النية ويبدأ في المسير. نرجو من الحكومة العراقية مد يد العون لأهالي مدينة الموصل المنكوبة.